الزول في الاول نيت ما يسمى الزول القران. مرحبا اسوان، كنتو تسمعوا في جمال صبري. وقبل باسكو جمال صبري فوت غي روند سيزار سيزار سكو بارتي ان سيزار ما يلا بشطوله طويله. هذه سي اون شانسون دو دو ماسترو دو لارتيست جمال صبري جو اللي نحييه بزاف ان نوم انتغر. Il a défendu l'identité berbère depuis son jeune âge. Alors, Melikan, c'était l'homme, le premier homme peut-être, comme Lorès, il a défendu l'identité amazigh. Tahia kbira ila si jamais, Inch'Allah, t'menez le tout l'amour, Inch'Allah. Donc, tout à l'heure, il y avait une chanson aussi. اللي غناها هذا نسيم ساسي من البرج، يعني فريمون سيتي دار ان جروب فريمون لو كونتي دي كمل، يعني فريمون حاجه مليحه بور ليدونتيتي تاعنا امازيغ. الجزائر كامله امازيغ. في هذا الدوزيام فيديو تاع اليوم، ثروزيام باسكو قبيل تهضرت على الحيوانات. ان شاء الله الحيوانات تهلاو فيهم سورتو في هذه السخانه هذه، غير شويه ماء برك باش يقدروا يشربوا. الو قبيت بعثوا لي واحد لا فيديو نتاع كل خطره يبعثوا لي دي فيديو نتاع الناس مساكن لونس دي كري دو ديتريس. الشعب عيا، الشعب عيا، الشعب مسكين اليوم قاسوه في الماكله نتاعو، قاسوه في الماكله نتاعو مسكين. الشعب ما لقاش روحو، عاد الناس ما لقاتش واش تاكل. كيما البارح واحد قال انسان من خنش لا نعرفه، انسان يعني عاقل وقبايلي في حل من القبايل تاع خنش، قال راح نرجعوا لزاني نتاع المجاعه. قلت له انايا كتبت له، قلت له لو كان بوتيت كانوا بكري لي بارون تاعنا يتكلمون على تال غودا، صديق تال غودا واحد لغب كانت تتكل بكري نجيبوها من صديق، انا ما حضرتلهاش مي على حساب ما وبابا ربي يرحمهم وكذا. تكلموا على هذه تاع الغوده هذه في وقت الفقر، في وقت ما كانش حشيش ياكلوه الناس، ياكلوه الناس باسكو ماتوا بالجوع، سي وقت لا بوفرتي. راح نرجعوا للوقت هذاك دوكا، راح نرجعوا للوقت هذاك. يعني مع الاسف واي واحد يتكلم يقول كيما هكذا يولي يشوفوا فيه بشوفها ماهيش مليحه، وانت يا راك كيما قلت لكم انت راك بيرتورباتور، وانت راك ما على باليش، انت راك تدافع على المخزن، وانت راك تدافع تويت، ها ويدخلوا لك المخزن ويدخلوا لك الصهاينه ويدخلوا لك. يا ولدي يرحم والديك قول واش بغيت، مي انا نهضر كلمه جاوبني على الشيء اللي راهي نقول فيه. جاوبني قال لا اخويا انت تقول الشعب راهو يعاني، ما يعانيش الشعب راهو لاباس عليه. قول لي جاوبني يا اخويا، كي عاد انت تشوف عايش في بلاصه اللي فيها الشعب راهو لاباس عليه، انا راني قاعد نانفونتي بالك، انا نهضر على شعب واحد اخر مش الشعب الجزائري. مي الشعب يعاني، نحبو ولا نكرهو الشعب يعاني، والناس كرهت. ولا اتونسيون يا جماعه اتونسيون، هذا لا بوفرتي صدير ليكستريم بوفرتي، هذه يعني الانسان يعني كي جوع راهو ما يستناش يا جماعه، راهو ما يستناش. هذا يقر فيها عده عوامل تخرج من هذا الشيء هذا نتاع لا بوفرتي. او موان انسان ياكل ويشرب يسمى سي لا دغنيغ دي دغنيغ، كي ياكل ويشرب. مي كي ما ياكلش وما يشربش واش تحب له؟ واش تستنى فيه؟ دونك انا يبان لي الحاله ماهيش مليحه، خلاص ومازلنا نتكلموا ومازلنا نزيدوا نقولوا راهي ماهيش مليحه، ونهار كي تكون مليحه نقولوا راهي مليحه. كاين واحد الناس راني يامس جي بلوكي 3 ولا 4 بيرسون، يعني جي زي بلوكي، يعني انا نحترم الراي نتاعهم بصح ما يساعدونيش، يعني في لاباج نتاعي ما يساعدونيش. انا نمد بزاف جو دون بزاف في لاشين ولا في لاباج، نمد بزاف جو ريسبكت الناس. ساعات ما نعقبلهمش اللي يتكلموه، باسكو انايا مانيش هنا باش نسود وجه الجزائر، باش تكونوا تعلموا الناس هذو اللي كجي بلوكي. انا مانيش هنا باش اشاك فوا نخرج قال الجزائر فيها والجزائر فيها والجزائر فيها والجزائر فيها. يا اخي سامحني،
انا كي تضل حاجه مليحه نقول حاجه مليحه، كي تضل حاجه مش مليحه نقول حاجه مش مليحه. مي باش تسناني نتايا نضل انايا كيما قال واحد طايح على البلاد. لا يا اخي اسمح لي اسمح لي، انا ما عنديش هدف. روح شوف مع الناس اللي عندهم اهداف ضد البلاد، ولا باش يحكموا البلاد، ولا باش ينحيوا الناس اللي يجيو هما، هذو شوف معاهم تبعهم هما. انا ما عندي حتى هدف، انا ما نحب نحي الناس هذو، ما نحب نحكم البلاد، ما نحب، ما عندي بارتي، ما عندي جماعة اللي كيما قال واحد نسجيهم باش يحكموا الحكم في الجزائر. ما عنديش يا خويا سامحني. هذه الاولى. ثانية انا مانيش معارض، انا جو سوي با ان اوبوزون، انا مانيش معارض، انا صحفي، والصحفي ما يجيش غير بور كريتيكي برك ها ما كانش هاي. لا يا اخي سمح لي، كاين حوايج ايجابيه، حاجه ايجابيه نقول حاجه ايجابيه، حاجه مش ايجابيه نقول حاجه مش ايجابيه، هكا تعلمت. مي باش تسناني انا باش انا نحطها كحله دائما، لا كانوا ناس راني نسمع فيهم ساعات جايبينها كحله دائما، كحله دائما. حتى في المشكله نتاع خوتنا المغاربه الرئاسة دارت بيان، وبيان دارته كيما داروه الناس الكل. فرنسا اللي عندها علاقات مليحة هي والمغرب، ودارت بيان كيما نتاعنا. خطرش علاش؟ الإنسان ما تنجمش تدخل في شؤون تاع الناس، ما تقدرش. إنسان ما قالكش يا أخي يا أخي عاوني، وأنت تروح تدخل عنده وتقال نعاونك، ما تصلحش هذه يا جماعة، ما تصلحش. نو سيو. وراه نديرو حنا كي بكري في خنشلة الناس يديروا عرس في دارهم، عرس في دارهم هم دايرين عرس ما بيناتهم، سي انتيم، يجيو معدين اخرين يسمعوا الموسيقى يتبطوا. واش ندخل العرس واك معروض طيح باش تخش العرس ولا واش فيه كذا؟ سي با نورمال يا ناس. لو كان عينهم كانوا اخرين بكري في خنشله يديروا عرس في برا، سيتيغ يقفلوا الطريق يروحوا يطلبوا اوتوريزاسيون يديروا في الطريق، واللي عندي كامل يحضر العرس، واللي عندي كامل يتعشى، واللي عندي كامل يغني ويشطح وروح. مي اخرين يحبوا يديروا ما بيناتهم انتيم، سي انتيم. يجيو اخرين فايتين يسمعوا لا ميوزيك يجي. والله كيما نقول لكم يا جماعه، واش يا خويا نحبوا ندخلوا العرس، يقولوا لك خويا ما كيف يتقابلوا معاهم كيف وانتم يا ولدي لعنوا الشيطان، انتم معروضين انتم باش تخشوا العرس، انتم يدرنا في بعضنا احنا يا اخي، جبنا خمسه من الناس مالينا قاعدين نشحوا مع بعضنا، تجيو تشحوا معنا. يعني فريمون سي نابورت كوا. الو شي اللي ضحك وشي اللي بكي. هاد الناس هادو قال كيفاه الجزائر تقول لو كان يطلبوا مني خوتنا المغاربه باش ندخلوا. واحد كتب لي قال لي جامي ان روا يطلب من بريزيدون. يا اسمح لي كاين مانيش معك في هذا الشيء. هذا لو روا عنده مكانته وعنده قيمته، والبريزيدون عنده قيمته وعنده مكانه. الروا ما يقدرش يدخل يجيب هاي شعلة النار عندنا احنا في الجزائر، مالا الحسن السيسي وطلب حتى هو، قال لي تحبوا نعاونكم نجي. مي قالوا له ما ردوا عليه ما والو، يسمى ما حبوش خلاوه الله يسهل. حتى الجزائر دركا طلبت، اذا عينهم خوتنا المغاربه ما رضاش على الشعب، الشعب خاطي الشعب ماذا به، بصح الناس مسؤولين هما اللي يعرفوا. اذا ما مش محتاجين ما يطلب، ما يقول لكم خويا سي با لاك، انا قادر نقيم روحي. كيف تقولي انايا هو لو عمرو ما يطلب الرئيس؟ كيفاش لو ما يطلبش الرئيس؟ يكون الانترناسيونال الناس كل شارك، واذا حبسوا كملوا كان اخويا صاي بارك الله فيكم كملنا سيتو. شو الواحد يطلب يدير تيليتون باش يلم 50 مليون ولا ما على باليش، من بعد خلاص سي بون تم سي فيني. ما كان يكون اخرين يحبوا يمدوا قالوا ودي حنا كملنا درنا 50 مليون كملنا خلاص. من جيت تقول لي انايا لا هذو لي زالجيريان راهم هذو تاع العسكر هذو ما عرف واش، وما تدخليش شعبان في رمضان. يا خويا انا ما تدخليش شعبان في رمضان، روح للناس اللي كريتيكيو البلاد ويكريتيكيو المسؤولين ويكريتيكيو الدوله. انا هنا عندي ما تلقاش هذو عندي انا غير كل متهني انت ولا غيرك. انا سكي بون نقول سكي بون، سكي موفي نقول سكي موفي، باش نتفاهموا. ما تجيش انا تدخلي شعبان في رمضان، اللي عجبو الحال مرحبا، اللي ما عجبوش الحال كانوا بزاف لي شان روحوا لي شان اخرين وخلاص. انا ماك بون جو فيرم لا بارونتيز. قلت لكم هادو الناس مساكن توجعوا بزاف وقدام خطري، بعثوا الناس مساكن دي فيديو
يعيطوا فيهم للرئيس الجمهوريه، يا مشي تبون رانا جوعنا، يا مشي تبون دير لنا حل، يا مشي تبون وراك. علاه يعيطوا مشي تبون؟ باسكو هو رئيس الجمهوريه، هو رئيس الجمهوريه، وخرين من السود، خرين من الشرق، خرين من الغرب، خرين ساكن ما صبروش ولاو يداروا دي فيديو برضه. داروا دي فيديو يسبوا فيهم، يسبوا في الناس، وهذه مش مليحه. شو ديزولي، لازم الانسان كي يدير فيديو يهضر واش يحب بلا ما يجرح الناس. مي كي يجرح الناس ولا تسب الناس، ماهوش غير الرئيس، حتى الاخرين ما تسبش الناس، حتى بريزيدون تاع لافاف ما تسبوش يا اخي. ما تسب انت الناس، واش كي بالك يدوك الحبس؟ واش تحسب؟ حنا صحفيين نسبوا الناس يعاقبونا، علاه نسب الانسان؟ ما نسبوش انا، قال اخويا هادي هي هكا، هادي هكا، هادي هكا، وخلاص. علاه نسب الانسان ولا نهدد الانسان؟ واش تهدد انت الانسان؟ سبحان الله. او قالوا لي قرينا البارح في فرنسا واحد جزائري في فرنسا هدد المدير تاع المدرسه على جلد بنته، وهذه نرجعوا عليها ان شاء الله، نتكلموا عليها، هذه تاع الانترديكسيون تاع العبايه في فرنسا. اي كي جات بنته تخش ما خلاوهاش تخش، راحت بدلت وجابتي الروب طويل خلاص. قال لا لا لا، هذه مثل ما كانش، ما هذه هذه ثاني ما كانش. يروح واحد التليفون يعيط المدير يهدو ونذبحك وكذا. يبا تهدد ماهوش كي تقول له ما نجيش ولا كذا ولا منا. يبا راحوا لابوليس جابوه حطوه اون كارت افو، ومن بعد خلاوه حتى الليل خلاص وطلقوه. وكيل الجمهوريه قال لهم طلقوه وحطوه تحت الرقابه القضائيه باش يعدي 1 اكتوبر، راح يعدي في قدام العداله وربي يستروا لا يوليو يديروا له حاجه اخرى ويكسبيسيوك. اه وي يكسبيسيوك، ان شاء الله تكون عندك حتى ناسيوناليتي فرونسيز ينحيوها لك هذاك، كيما عطاوها لك هذاك ان دوكري كيما ينحيوها لك. وهذه تكلمنا فيها ودوك نزيدو ان شاء الله نتكلمو فيها. لا يا اخي اسمح لي، واه صح معليش تحب تنجم دير دير باغ اكزومبل سيتين، يعني دير وقفة احتجاجية مع كاش جمعيات ولا كاش منا ولا منا، معليش مي تهدد الناس نقتلك هو ابن عمي سافا با، واش بيكم هذا؟ على بالك بلي هذه فيها 10 سنين وطلع. سبحان الله سي با كوم سا نو جيش هذيك. حتى عندنا حنا الناس تشكي وتقال ما عندناش ورانا نشفوا ورانا منا، هذيني معاكم، راني معاكم في هذه. مي تهدد قال دوك نديرو ونديرو، اي با هاد التهديد نتاعك هذا قدر يجيب لك المشاكل حتى ولو عندك حق، حتى ولو عندك حق يدير لك مشاكل. علاش؟ باسكو هذا ما ولاش طلب ولا تهديد، تهدد قال لك انا ما ولا الناس اللي اللي نسيت قال لا يا جماعه لازم نخرجوا. لا يا اخي لازم، ما هي مشك اسمح لي، اللي يحب يدير مانيفيستاسيون تو دابور لازمك تروح ديكلاري لا مانيفيستاسيون، لازمك تروح تطلب الساعه لوتوريزاسيون، ما تخرجش كيك تقول لي التحرك هذا الحر العراق راك غلط. التحرك هذا اذا عدات سلامات الحمد لله ماهوش راح يجيب لك حتى النحل، او كونترير هما بالك بالك الناس اللي في السلطه اللي يحبوا يخلطوها راهم يسناو فيك كي دير التحرك هذا، راهم يسناو فيك باسكو هما ما ماهمش على بالهمش بيك هذو الناس اللي في السلطه، غدوا يخرجوا لك العسكر وخلاص وتخلط كيما قال واحد، ومن بعد يزيدوا يجيبوا لك 20 سنه اخرى يحكموك ب 20 سنه اخرى، لا انتخابات لا والو. دونك يفو با تكونوا انسان كي يطلب العقل. دوسمون كانت هذه سعيده نغيزه، هذه كنا نقول لكم عليها، هذه نتاع الباترونا سعيده نغزه، مش نغيزه نغزه، هذه دارت رساله الى رئيس الجمهوريه، هذه نتاع الباترونا دارت رسالة لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، كتبت له رسالة فيها تقريبا 3 ولا 4 باج. وقالت له باللي حنا لي باترونا هذو رجال الأعمال هذو رانا ما خلاوناش نخدمو، ما خلاوش نخدمو، ورانا مطيحين علينا،
وكاين واحد الكوميتي سماتو قالك فيه تقريبا خمس وزراء ولا ما نعرف واش، هذا على حسبها هي تقول باللي راهم دايرين لنا مشكل كبير ما خلاونا تخدم. L'organisation patronale poursuit en affirmant que des hommes d'affaires se plaignent au sujet d'amendes infligées par un comité formé de 5 ministres, sans même avoir le droit d'accéder à leur dossier. Ces amendes dépassent parfois pour certains le montant des actifs de la société qu'ils ne pourront pas payer, ajoute la présidente de la Confédération des entrepreneurs algériens dans sa lettre au président Abdelmadjid Tebboune. Saïda Mirza estime qu'il aurait été préférable d'étudier chaque dossier séparément. Et si c'est nécessaire, d'actionner la justice. Le droit de défense est garanti par la Constitution à tout citoyen. Lorsqu'un homme d'affaires est convoqué devant un comité dont il fait partie le ministre de la Justice, il se trouve désormais désarmé et sans aucune protection. Et sinon, لازم العسكر يروح للسكن نتاعو، يقعد في السكن نتاعو. تحية كبيرة إلى الجيش الوطني الشعبي وإلى كل الأمنيين نتاعنا، تحية كبيرة إليهم، راكم هازين البلاد يعطيكم الصحة. مي ما تدخلوش في السياسة، السياسة لازم تخليوها طونكي. أنتوما نتاع أمن. كي عيطوكم باش تديروا الأمن، عندكم حق، وفات فوتخ دفواغ. مي تجيو تدخلوا في السياسة مشكل كبير. أن كرون بروبليم. هذه الأولى. كي تشوف لي وزير العدل يجي معها الناس هادو حتى هو بالكوميتي هذا اللي باش يحاسب هذا الاخر، سي با نورمال، سي با نورمال، باسكو العدل العدالة لازم تكون محايدة كيما الصحفي. الصحفي ثاني لازم يكون محايد. ساعة اخرين يعيط لي ويقول لي اسمع لازم تقول كيما هكا وتقول كيما هكا. لا سامح لي خويا، باش كنت تملي عليا واش نقول؟ لا لا يا خويا سامح لي. لا انا نسمعك انت واش تقول، وي نسمعك انت واش تقول، ونسمع لا بارتي الاخرى ثاني واش تقول، وكش ما كان دوطخ بارتي ثاني نسمعها واش يقولوا، ونحط لا نكتب ولا نهضر والناس تحكم. مي انا خاطي خويا، انا ما تملش عليا انت، اسمح لي. ولا تقول لي قول له، كيفاش نقول له هذا؟ وراك جاريني ولد، كيفاش نقول له؟ انا ما نقولوش يا اخي سمح لي. انا نطرح له السؤال، وي انا نطرح له السؤال، قال يا ولدي السيد هذا راه يقول باللي راه جاك باش تعطي له اوتوريزاسيون وما عطيتوش، ونستنى لي ريبونس تاعو. الشيء اللي يقوله لي كامل نكتبه له، حتى لو كان يقول لي حاشاكم مات نقول له قال لي مات سيتو. هذه هي الصحافه، ماهوش نروح انا ندير روحي في بلاصتك انا ونقول له كيفاش ما تعطيلوش. علاه اللي نحاسبه انايا؟ ما نحاسبوش، وما عندكش حق، وما عندكش حق. هو راح يقول لي السيد هذا ما عندوش حق، ونكتب له قال السيد قال ما عندكش حق. وإذا عندك حق هو قال كيما هكا، إذا روح للعدالة، أنا مانيش عدالة. أنا نكتب واش قال لي كيف اسمه الأدفيرسير نتاعك يا أخي. أنا واحد ساعات يجي يقول لي واحد أخويا أنتم الصحافة تجيو تعاونونا، ما نعاونكش يا أخي سامح لي، أنا مانيش كيفاش نعاونك؟ وعلاه ما نعاونوش هو أخي؟ لا يا أخي أنا نوتخ كيما يقول الإنسان، حتى لا جوستيس تسمع هذا وتسمع هذا وتحكم ما بينكم، هذه هي العدالة. مي العدالة كي تولي بارتي بخنونت اسمح لي ما بقاش. وانا نقول هنا هذه السعيدة هذه ما نعرفهاش، مي نقول الشيء اللي كنت تقول فيه عندها الحق، عندها الحق. لا بريزيدون دو لا كونفيدراسيون ديال انتربرونور الجيريان بروبوز دابوردي سو دوسي دو مانيير راسيونيل. سعيد نغزة دريس ان طابلو نواغ دو لا سيتياسيون ايكونوميك اون الجيري. هذه قلناها، هذه قلناها، الاقتصاد في الجزائر راهو رايح للخلا، راهو يا مسؤولين خافوا ربي، خافوا ربي وخافوا على ارواحكم ثاني نتوما. راهي الحاله ما تعجبش، راهي الحاله ما تعجبش، راهو داكش مكان ما على باليش انا، والله ما على بالي، ما عنديش والله ما عنديش حاجه حمراء باش نقول لكم يا ناس راهي الحاله مخوذه، راهي الحاله مخوذه، راهي حالة مخوذة. عندي غير زفارة بالك نزفر عليكم. فوالا راهي الحالة مخوذة. هو لو كان كاين لامب روج ندير لكم
يا ولدي راهي الحالة مخوذة من فضلكم، راهي الحالة مخوذة، لازمكم تبدلوا السياسة نتاعكم وتلقاو بالسياسة الداخلية نتاع البلاد، وتخرجوا من لي بيرو نتاعكم يا الوزراء، وتروحوا للزقاق وتروحوا تشوفوا الناس كيفاش عايشة، ولازمكم تشوفوا كيفاه تجيبوا المواد الغذائية للناس، لاش تجيبوها من الخارج. انا حبستوا المواد خلاص، حبستوا تقولي انا عندي فايض. يا ولدي انت عندك فايض وولادك ميتين بالشر، عيب عليك، حرام عليكم هذا الشيء. هذا ما تجيبوا، ما تعطيوا للناس تاكل، ما تجيبوا من الخارج وقال عندي فايض، يا ناس وحرام عليكم هذا الشيء. هذا ماهوش كذا تسير البلاد. كي تقيس الانسان في الماكله نتاعو، او هذا هو المشكل الكبير، او هذا هو المشكل الكبير. وعندها الحق هذه مدام سعيده، هذه نغزة اللي تقول باللي راهي الحاله مقوده خلاص. نو دوفون بروندر اون كونت لي بارتيكوليتي دي بيي اي كومبري لا نون كونفرتيبيتي دو دينار. الدينار تاعنا رايح مارشي نوار دي ديفيز. تو دوم افير كي افير او بروفي اسبير ا بوسيدي دي بيان اون الجيري ا ليتخونجي، مي لا لوا الجيريان نو لي مابي با. سي نورمال، مبلوكيا الدنيا خلاص، مبلوكيا. كومون تريتي راسيونيلمون سيت كيسيون اي ان سو ميتون لا فايت، en se mettant en faillite les opérateurs concernés en vendant et en fermant leurs usines ou quelqu'un essaie de vouloir ou la tqfel l'usine nta'a ou khlas. Actuellement nous constatons des prix élevés, c'est normal, c'est normal. Une rareté des produits, les produits makench, les produits makench. عيب عليكم يا مشي تبون، يا مشي تبون. انا نقولك الحق، انا والله العظيم لو كان جيت في بلاصه مشي تبون، انا ما نقولوش هو يستقال، انا لو كان جيت في بلاصه باش ما نقولش هو قال الرئيس استقال، لا انا مانيش، انا مانيش الشعب اللي انتخبه، انا خاطي يا خويا، انا صحفي. لو كان جيت في بلاصته وانا مستقل، نقول لكم الحق، او غير مستقل. علاش؟ باسكو يبان لي كانوا ناس يخدموا ضده، وهو جايبينه في هو اللي جابوا اي حاجه يتيروا عليه هو، خاطرش هذه حنا نعرفوها، هذه يا ناس راهو نعرفوها. اذا ما تعرفوها الشعب ما يعرفهاش، لازم يعرفها، وما يقولش ديما الرئيس هو اللي راهو في الواجهه. اتونسيون، هاي نعطيكم مثال، انه غدوه الالماني هذه خسرت في بلادها البارح مع الجابون وقيلة ولا مع شكون، 5-1 في بلادها خسرت، 5-1 في بلادها. على من نطيحوا؟ نطيحوا على الانترينور غير كذا ولا لا؟ نطيحوا الناس كل، هذا مش مدرب لازم تنحيوه، مي لازمكم تشوفوا تسالوا سعي المدرب، لازم تهضروا معاه. علاش هذا لا ديباكل هذه؟ علاش؟ باسكو بتاتر راح يفاجئكم، راح يفاجئكم. نقول لكم حاجه وما نسميش الناس، نقول لكم حاجه وما نسميش الناس، باش ما عندي حتى خلاف، باش ما نكونش ما عندي مشاكل يقول لك هضرت عليا ولا كذا. كاينه خطره اون ايكيب، كاينه خطره اون ايكيب جابوا مدرب المدرب هذاك جابوه ما عرف قداه ملايين، على كل حال سوالف بزاف فيها، حتى بوتيتر عطاو له طرف وطرف، قالوا له كيما قال واحد كي نص لا سيزون كملوا له ولا ما نعرف واش، كانوا اخرين حتى اللي جابوا لهم ديال لوجمون، جابوا لهم ديال لوجمون، ولازم باش يديوا اللوجمون هذاك وباش يديوا الدراهم هذو كيفاه يديروا؟ لازم ينحيوه، لازم ينحيوه. وكيفاه ينحيوه؟ يقعدوا يجي يقولوا يا روح نو، لازم يديروا له مشكل مع من؟ مع لي سيبورتر. فهمتوا القضية ولا ما فهمتوش القضية؟ هاد الناس هادو يجيو للمدرب، واش راك صافا، واش الحالة مليحة بيان يا خويا، رانا معاك كاش ما كان حاجة، وحنا ورانا منا ومنا. في هاد لافير هادي كاين ماتش كابيتال، ان ماتش كابيتال باكزومبل ام سي ا يسمى، ولا سي اس اي موك، ولا ام سي او اسمو، فهمتوا؟ والله حمراء عنابة وليسمع عنابة، سادي ان دربي. جاوه الناس هذو، مسكين هو ما على بالوش، هو يحسب الناس هذو راهم معاه، كل خطرة يقولوا انا معاك، هما اللي يحبوا باش ينحيوا. جاو ليه قبل المقابلة قالوا له يا ولدي الحالة ماهيش مليحة، ولو كان نخسروا الشعب راح يقلب علينا الدنيا، وحنا لو كان جينا، لو كان جيت منك يا ولدي نشوفوا كيفاه نديروا الانفورماسيون اللي قال لهم هو فوالا الانفورماسيون تاعي معروفه، سمع لهم قال لهم في الغارديان دو تاو فلان لا ديفونس، ها هم قالوا له يا ولدي هم يعرفوهم هذو، يعرفوهم
ويحصروهم ومن بعد يوليو ها كيفاش. قالوا له شوف هذا لاريير سنترال طلعوا افون سنتر، وهذا لاريير دروا هذا طلعوا الي غوش، وهذا اللي في اللي كمر في لعب 9 رجعوا 5، وهذا اللي كان الي غوش رجعوا في الميليو، والميليو رجعوا في الاخر. قالوا له عطاو له فورماسيون نتاع الوخيده، نتاع الوخيده هو ما تفطنش ويحسب باللي الناس هادو حبوه. قالوا له شوف بهذه بربي نخلطوا لهم الوراقي ان شاء الله ونربحوهم ان شاء الله. اعطاو له هذيك لا فورماسيون، جاو الناس فلان ما في لعب 9 الصبح 5. يا ولدي انت تمسخر ولا الشيء اللي مديناه لكم طبقوه، هذا ما كان تلعب كيما قلنا لك. وهذوك الناس اللي عطاو لا فورماسيون سلوها وجاو خارجين وراحوا للتريبيون مع لي سيبورتير، راحوا لي تريبيون مع لي سيبورتير. لي سيبورتير مساكن الدنيا زاهيه ونديروا ونديروا، وهما يقولوا لي سيبورتير اواه لونتينور هذا راح يهبلنا، لونتينور هذا لونتينور هذا راح يهبلنا، واش كاين هذا راكم تشوفوا سيدي راهو قلب لنا لا فورماسيون، قال لكم واحد ما يدخل لي فيها واحد ما يسالي وراهو من هنا. اي با هذيك ليكيب هذيك وقيله يا ربي سكور اذا ما شفيت عليه سبعة بواحد ولا سبعة. كي كملت لا بارتي هذاك لونترينور هذاك خرجوه لا بوليس بليسكورت، وكانوا اخرين دخلوا للتيران باش يتعداو على ذاك لونترينور هذاك. جاو لي هذوك الجماعه هذو قالوا يا خويا نتاسفوا كذا، وهنا لاحوا في الطاكسي وقالوا له ويا حكم كيف اسمه الطريق ما يجيش ترجع بكره، وراح. شفتوا كيفاه الناس، حتى الرئيس كان الناس قاعده تخلط له، كاين ناس قاعده تخلط له. كون انا والله ما والله ما نحبس والله ما نطيح التخلاط هذا غير نحط الاستقاله نتاعي، والله ما نقعدها قسما عظما لا نقعدها. ما تجيش تاكل بفمي الشوك يا اخي، اسمح لي ما تجيوش تاكلوا بفمي الشوك، قد انا هو اللي في الواجهه، ماكمش نتوما كيما داروا له في البريكس هذي. كيف دزو روح امشي دبول بريكس 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 صبح ما كان بريكس لهم يعدلون. نورمالمون كون رئيس من كون جا في اوروب ولا جا منا ولا كان يحط الاستقاله نتاعو نورمال. جاي شوي يا خويا، كيفاش راح مديكم ناس خطره وزير في اوروب جا 5 دقائق روتار وهما يستناو فيه باش يلقي كلمه، جا 5 مينوت اون روتار 5 مينوت وهما يستناو فيه باش يلقي كلمه. وصل الناس شافوه ما جا يجري الميكرو قال لهم يا جماعه طلب السماح، قال لهم سمحوا لي راني عندي 5 دقائق رطار وعلى هذا راني قدامكم نحط الاستقاله نتاعي. حط الاستقاله نتاعو قدام الناس كامل عياو قالوا له كيف، قال لهم خلاص ديسيزيون ايريفوكابل درتها وتحمس وليدي حط الاستقاله نتاعو. دونك هذه سعيده الغيزه كي قالت صاروا هذو الناس هذو ما عجبهمش الحال اللي يخدموا مع الرئيس، ما عجبهمش الحال ولاو جاو يجاوبوها اليوم وقالوا لها بالله كديري في الفولكلور. دونك الانسان ديما اللي يجاوب ولا يقول حاجه ما عجبتنيش يسمى راهو قاعد يدير في الفولكلور. سما نقرا لكم واش هاد الناس هادو المحسوبين على الدوله اللي جاوبوا هذه كيف اسمها مدام الغيزة. اسمعوا مليح رسالة سعيدة نغزة تيتر تحم، عندما يجتاح الفولكلور ميدان الاقتصاد، عندما يجتاح الفولكلور ميدان الاقتصاد. هذه وكالة الأنباء الجزائرية اللي تجاوب مدام سعيد نغيزة هذه لا باترون تاع هذو تاع لي شيف دونتربريز. سمحوا لي ما نعرفش العربية مليح لاش تنكسرها، سمحوا لي. خطط سعيدة نغيزة نصا بائدا ومتنكرا لكل الإصلاحات التي بادرت بها البلاد منذ 2020 من أجل تصويب
ماليه الدوله تجنبا للوقوع بين ايادي صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في تعزيز الانتاج الوطني لبلوغ قيمه 13 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات في افاق 2023-2024، وفي مساهمة لها بأسلوب منمق ومن باب المفارقة جعلت السيدة نغزة من نفسها ناطقا رسميا باسم مصالح تزعم أنها هي من تحارب مصالح النظام القديم، أو بالأحرى مصالح العصابة التي تفتتت في سرقة تفننت في سرقة أموال الشعب والمطالبة بالحق في الحصول على أملاك في الخارج بواسطة تحويلات غير قانونية تابعة من نفس الأموال المحصلة من تضخم الفواتير. ومن خلال هذه الرسالة المتداولة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تجاوز ما هو متعارف عليه في المراسلات الموجهة لرئيس الجمهورية، تبقى الحاجة الرئيسية للسيدة نغزة مدعومة بنفس الرفض للتغيير والهوس المرضي لقوة الأموال القادرة التي لا تريد الاستسلام. وتنبض هذه الرسالة التي نحن للنظام القديم ولا ما عرفوش تحت النظام القديم بنوايا مؤلفها الحقيقي ولا مع الحقيقيين من خلال سعيهم لإبقاء على الركود، كما أنها توضح في ذات الوقت عدم دارية مؤلفها التام بتحويلات العميقة التي تشهدها الجزائر. إن المتعاملين الاقتصاديين ومسيري الدولة كلهم يعرفون هذه الشخصية. دوكا صبحت ماشي مليحة هالمرة هذه. وقلة سيادتها وكذا ميولها إلى كل أمر أجنبي. ودولي في الوفوق بمظهر المدافع عن الاقتصاد الجزائري ورجال الاعمال والمواطنين برمتهم، وهو امر تجرت عليه السيده نغزة واعتد عليه الى ان صار صفتها الاساسيه، وليخوض في مقاومه اكثر بالنسبه للسيده التي نصبت نفسها رئيسه للكونفدراليه العامه للمؤسسات الجزائريه. هناك مؤسسات اخرى في الجزائر الجديده جديرة بأن ترفع عاليا الانشغالات الاقتصادية والاجتماعية على غرار مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دون الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وإن اتخذت رئاستها من القرب من أصحاب القرار، كما يظهر المضمون الفارغ الذي تقدمت هذه الرسالة كل بعد عن التطورات الحاصلة في العالم. أن هذه السيدة تقصي نفسها بنفسها من النقاش الاقتصادي الهادف والمتجنس، وكمثال فإن تهجمها اللاذع حول ارتفاع الأسعار لا سيما أسعار المنتوجات الأساسية كالعجائن والزيت والسكر ومركز الطماطم وغيرها يعتبر مثلا عن جهلها للحقائق الاقتصادية. دوك انا الناس اللي تحب تشوف هذه الشيء تروح لوكالة الأنباء الجزائرية تشوف. انا ما نعرفش العربية اسمحوا لي. دوكا سمحوا لي انا نقول لكم الحق، يعني دوكا الانسان اللي يتكلم كامل يطيروا سنيه، لازم ما عادش نتكلموا وما عادش نهضروا، رغم اننا نشوفوا في الظلم ونشوفوا في الحاله ما تمشيش. طوموبيل تضرب 190 ولا تضرب 220 وكي تعفس على الاكسيلاتور ودير 4 ايام ولا دير 5 ايام تضرب لك 20 الور. واش يسمى هذا؟ اي الطوموبيل ما تمشيش يا محمد. شوف اخويا لعله الاكسيلاتور فازت، شوف لعله لابوطا فيتاس فزت، شوف لعله الطوموبيل كولات لازم ندير لها ريفيزيون. مي كيفاه الطوموبيل نورمالمون تمشي 220 الور كي نطلعوها نحطوها في الطريق نديرو 5 ايام وما تعرفوش 30 الور؟ كيسك سافا دير؟ لاباس نقولوا بلي الحاله مليحه ونسكتوا. هاد الطوموبيل نمشيو بها هذه؟ الحالة راهي ماهيش مليحة يا مسيو تبون، يا مسؤولين، إلفو أجيغ غابيدمون، ما تسناوش هذه نتاع حكاية العصابة وهذه هذه صايي، هذه راحت، راكم نتوما ثاني يا المسؤولين هذو،
راهو يجي النهار وين ينحيوكم ويضلوا يهضروا عليكم الناس، هذا اذا ما دوكوش الحبس ويضلوا يهضروا عليكم ثاني انتم عصابه. الحاله راهي خطيره بلا ما نشوفوا لي شيفر وبلا ما نشوفوا رساله هذه سعيده النغزة وبلا ما نشوفوا الناس هذو اللي تقولوا بلي يكرهوكم. الحاله في الميدان راهي مخوضه، الحاله في الميدان راهي مخوضه. راهو كيما قال هذاك النوي تاع النهار هذاك، راهي مخروبه، راهي مخروبه، راهي مخروبه. يا ناس يا مسؤولين، راهو ما عندكمش الوقت بزاف قدامكم. حنا رانا ما عندنا والو، رانا ما نحبو نحكمو الحكم، ما عندنا بارتي بوليتيك، ما عندنا جمعيات، ما يمشي فينا حتى واحد، ما نعرفو حتى واحد. ما زادش من كرش مو الانسان اللي يجي يقول لي قول كيما هاك ولا قول كيما هاك. ونتحدى اي واحد، نتحدى اي واحد يجي يقول لي اني قلت لك قول هكذا ولا قول هك. انا راني نهضر واش نشوف قدامي. يا خويا راكم خدمتوا ويعطيكم الصحه ودرتوا اصلاحات ودرتوا، والريزلتا وينهم؟ وين هو النتيجة نتاع الشيء اللي خدمتوه كامل؟ بارك الله فيكم يعطيكم الصحة سيدي. هذا الوزيرة الوزارة هذه وهذه الحكومة هذه اللي جات خدمت يعطيها الصحة، بارك الله فيكم. بصح يعطيونا النتائج يا خويا، وما كانش يا وما كانش. الناس الناس اللي تعاني، الناس ما لقاتش واش تاكل، عمرها ما صرات الناس ما لقاتش واش تاكل. انت تقول لي بلي الصوارد راه ما نعرف قداش عندي فايض والناس ميتة بالشر ولا كيفاه؟ ها ما يحكمولكش الناس كيما هكا يا جماعه. او شغل انت جايب لي ما على باليش ساندويتش كبير ها وقاعد تاكل فيه، تاكل فيه بالطرف ها، واللي قدامك هذاك جيعان عنده خمس ايام وهو يستنى فيك تعطيه الطرف وما تعطيهوش، وهو راح يموت بالجوع. واش تنتظر منه السيد هذا؟ تنتظر منه يكسر رجليه ها ويقعد يشهد ويستنى باش يموت؟ هاو ياكلك يا محمد، هاو ياكلك. ها اللي صبر حدود يا جماعه، اللي صبر حدود يا اخي. اليوم حتى الماكله نتاع الانسان ما لقاهاش. صاحبي ما هضرناش على السكنات، ما هضرناش على الحوايج الترفيهيه، ما هضرناش على ما على باليش انا على الموايان ترونسبور اللي ما كاينش، ما هضرناش على لا سونتي اللي راهي مخوضه، ما هضرناش على الرياضه اللي راهي حتى هي راهي جايه كيما قال واحد الناس يتقاتلوا في بعضهم، وشكون هو اللي على الحكم، شكون يحكم، ولي زيكيب نتاعنا رايحين للخلا، لا في كرة القدم، لا في كرة اليد، لا في كرة الماء، لا في كرة. يا ناس واش تسناو انتوما؟ يمشي تبون، إذا عندك جرأة وعندك تنجم تدير حاجة يلا اكنس اكنس يا مشي تبون اكنس. وإذا ما نجمتش وما خلاوكش تخدم، أنا لو كنت جيت في بلاستيك والله العظيم لنزيدها ربع ساعة، والله ما نزيدها ربع ساعة. اسمح لي يا خويا، ما نخلي حتى واحد ياكل الشوك بفمي خلاص، والحديد قياس. أتو تلوي.